كل عام وانت بخير حبيبتي. كل عام وانت بخير حبيبي. فيك تحزري شو جبتي لك هدية؟ اكيد طقم الحلقة اللي شفناه من شهر على الواجهة وعجبني. تفضلي. الله يا سلام ما احلى. اسلموا هديات. وانت فيك تحزر شو جبت لك حبيبي؟ إذا ما خاب ظني الساعة اللي كان لابس مثلها ابن خالك ممدوح وعجبتني يومتها. تفضل. يا سلام فعلا حلوة، مو بس حلوة بتجنن. شفت شلون أفكارنا متطابقة. طب أنت مالك ملاحظة إنه أنا لابس لك الجرافي اللي بتحبيها؟ وأنت مالك ملاحظ إني لبست لك الطقم اللي بتحبه؟ يا ستي من 3 سنين مثل هاليوم تجوزنا، ومثل هالوقت كنت عم قصر بنطلوني عند الخياط، وانا كنت عم ساوي شعري عند الكوافير. فظاعه على الوقت، فظاعه على الوقت. 3 سنين مرقوا مثل لمح البصر. فعلا كانه امبارح. بتعرفي يا هنادي انا بعتبر حالي محظوظ لاني جوزتك. وانا كمان محظوظه على فكره. نحن اكثر ثنائي محسودين بين رفقاتنا. طبعا لانه علاقتنا الزوجيه انجح علاقه باعتبارها مبنيه على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل. على فكرة هذا هو سر نجاح علاقتنا الزوجية واستمرارها بهالقلق هذا 3 سنين. اسمعي هنادي، أنا مو حابب يكون يوم زواجنا احتفال روتيني عادي مثل ما بيحتفلوا فيه أي زوجين عاديين. وأنا كمان حابب يكون احتفالنا غير شكل. بس يا ترى بشو ما تفكر؟ أنا عم أقول إنه نخلي هاليوم هاد وقفة مراجعة مع الذات، لحظة مكاشفة، محطة صغيرة نستعرض فيها الماضي، نبحث عن أخطائنا، نحاول نصححها لحتى ننطلق من جديد بدون أي منغصات. موافقة، مع أني ما فهمت بالضبط شو قصدك. يعني نحن خلال المرحلة الماضية إلا ما نكون ارتكبنا بعض الأخطاء بحق بعضنا. لا تقولي ارتكبنا أخطاء، بشر نحن مو ملائكة، والكمال لله وحده عز وجل. وأكيد كل طرف منا إلا ما يكون حاطط شيء بقلبه تجاه الطرف الثاني. إلا ما يحط الواحد بقلبه. لا تقولي بشر نحنا منحط بقلبنا. صحيح. ولهالشي هاد حابب اليوم نفتح قلبنا لبعض، وكل واحد منا يحاول ينبه التاني لبعض الأمور يلي معاجبته فيه أو بعض المواقف يلي عم تزعجه منه. ما في مانع، معقول كتير هالحكي، بس يا ترى مين بده يبدأ؟ مو مشكلة، منعمل قرعة. قومي هلأ لقلك مناكلنا لقمتين ومنكفي سهرتنا بجنينة، شو رأيك حبيبتي؟ ايه هنادي، القرعة اجت لمصلحتك، احكي. صدقني خجلاني ما بعرف شو بدي ابدا. ايه ما بدها خجل هنادي، شو بنا. بعدين ارجوكي ما بدي لا مقدمات ولا مؤخرات، خلاص قولي لي انت غلطت هون، عيبك كذا، وقوي قلبك ولا تخافي، لانه لما رح يجي دوري ما رح ارحمك ابدا. ها عظيم. شوف حبيبي توفيق، صحيح انت دبلوماسي ولبق ومهذب، بس أحياناً ها بتخونك دبلوماسيتك فجأة وبتتلاشى لباقتك وبتمحل تهذيبك لأبعد حدود وبتتحول فجأة لإنسان جلف وغير عصري، يعني بتدش كل كلمة لا بتنزل لا بميزان ولا بقبان. أنا؟ إيه أنت ليش مستغرب؟ شوف توفيق، إذا رح تزعل بلا ما كفي. لا حبيبتي ليش الإزعال؟ هذا نقد، نقد بناء، يعني ما بزعل منوب، بس يعني يا ريت تدعمي حكيك ببعض الأمثلة لحتى أعرف أحكم منيح. على عيني. مثلا مرة كنا معزومين على الغداء ببيت خالك ونحن قاعدين على السفرة، قال يعني حبيت تخفف دمك وتمزح معي، قمت شو قلت لي؟ حاجة تاكلي حبيبتي؟ أشوفي حالك شلون رايحة بالعرض؟ شوية تانية راح تفصلي 2 مثلي. يعني كانت مزحة غليظة. يا لطيف شو نسلق بدني، يعني تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. تذكرت؟ ومرة شو قلت لي قدام رفقاتك؟ قال يعني كمان كنت عم تنكت وتمزح. بتعرفي يا هنادي، يمكن لو ما تجوزتك كنت عنستي وما عدتي لقيتي حدا ياخدك. يعني كانت راحت عليك يا مسكينة. لا وخصوصي انك قطعتي 30. بس الله بيحبك يلي بعتلك الزوج المنقذ بالوقت المناسب. وقعدوا يوم رفقاتك يضحكوا كأنه حدا عم يكركرون، وانت مبسوط على الآخر عم يضحكوا على مرتك وحضرتك فرحان ولا على بالك. ولما رحنا رحلة على بصرة مع رفقاتنا
قال يعني قعدت تدللني قدام الناس، وعواض ما تناديني هنادي صرت تناديلي هندومه، مع اني 100 مره قلت لك ما بحب تدلعني وتناديلي هندومه. وانا يوميتها تزرزع بدني كله، وانا انكشك اغمزك وانت مو هون ابدا، وكل دقيقه والثانيه شو تقلي؟ تعي هندومه، روحي هندومه، شو تاكلي هندومه، شو تشربي هندومه. يبقى لا تقلي ادجاتك وصفه ومسحاتك دواء. انا اسف كثير حبيبتي، والله معك حق، بس صدقيني ما كنت منتبه انه مزحي عم يزعجك لهالدرجه. ايه بس هذا مو مزح، يعني الناس اللي بتسمعه ما بتظنه مزح. خلص هنادي معك حق، بوعدك اني زين كلامي معك وما حاول اغلط بحقك. غيره في شيء كمان؟ في، بس خايفه تزعل. لا حبيبتي ولو شو ازعل، العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك ولو. شوف توفيق، صحيح انت احوالك الماديه الحمد لله ماشي حالها، وصحيح انه مو بعينك المصاري ابدا ونفسك سمحه، بس بتتباخل احيانا، يعني منين تجيك نوبات الكحتنه ما بعرف. انا بخيل وكحتي؟ عم اقول لك مو دائما، يعني هالشي مو طبع من طباعك ولا سجيه من سجاياك، يعني شغله عارضه مو اكثر. تتذكر مره لما رحنا على الزبداني مع اختي وجوزها بسيارتهم وتغدينا هنيك؟ ايه صحيح، كانت سيارتنا معطله وقتها. برايك يوما مين كان لازم يدفع حساب الغداء؟ ما بعرف مين كان لازم يدفع يعني؟ انت طبعا، هيك الذوق واللباقه بيقولوا، منه لانه الجماعه قدموا لنا سيارتهم عن طيب خاطر، ومنه لانه نحن كنا اكثر منهم باعتبار امك كانت موجوده معنا. ليش يوما مين دفع؟ انا ولا جوز اختك؟ يلا اعمل حالك مو متذكر، نسيت لما جاب الجرسون ورقه الحساب شو عملت؟ شو عملت؟ مديت ايدك على جيبتك، قال يعني بدك تطالع جزدانك، قصيت ايدك بهالجيبه وما كانت تطلع، هيك لحتى جوز اختي اخذ ورقه الحساب وحاسب على الغدا. ما بعرف شو صار لك وقتها، لك بخشيش للجرسين ما تنازلت تدفع. لا تزعل، انا عم اقول لك مو من شان شيء، بس لاني ما بحب جوز اختي يحط علينا هيك وحده. هو بصراحه انا كنت ناوي ادفع، بس ما كنت حامل معي مصاري زياده. لا وجوز اختك إيه ما شاء الله كان حوله، ما خلى شيء ما نزله على الطاوله، خزيت العين عنه شو مكرش وبيحب بطنه، فقلت لحالي يا ولد لا تحرج حالك لانه اكيد المصاري إيه ما رح يكفوا. هي مو حجه، لانه لو نكشتني من تحت الطاوله كنت اعطيتك مصاري، وانت بتعرف انه معي مصاري. بس انت درت طيلسه مثل ما طيلست يوم رحنا على البحر السنه الماضيه وحجزت لنا شاليه مشرشح باخر معمر الله وبعيد عن البحر كيلومتر، وكل ناموسه فيها الأد أدى. بقى لا تقول لي بتتباخل احيانا. لكن يوم عيد ميلادي الماضي تمرق لي اياه ببلوزه مشرشحه وحلت الوانها كلها من اول غسله. معك حق، هو ممكن يكون احيانا يعني معصوص شوي او ما في معي سيوله كافيه، فبضطر اني شد الحزام واتبع سياسه التقنين وترشيد الاستهلاك، بس هي عند الازمات العارضه حبيبتي ولو مو دائما. على كل حال بوعدك اني غير هالسياسه من اليوم، واذا بتحبي تستلمي مصروف البيت ما عندي مانع. لا انا ما عم اقول لك هالحكي مشان استلم مصروف البيت. اذا مو مشكله شو اللي بدك تحكيه كمان؟ اكيد ما رح تزعل. لا ما رح ازعل ولو حبيبتي، لو بدي ازعل كنت زعلت، بالعكس انا مبسوط كثير لجلسه المصارحه هي. احكي حبيبتي احكي ولو العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك. شوف توفيق، صحيح انت منظم بعملك ودقيق بمواعيدك، بس احيانا بتكون بصلتك محروقه وهالشي عم يضايقني. انا بصلتي محروقه؟ ايه انت لا تستغرب، يعني بتنعجق احيانا وكانه حدا لاحقك بعصايه وبدك الشغله تصير بساعه الساعه. مثلا اذا بدنا نطلع من البيت يا ويلي اذا تاخرت، واذا بدنا نستقبل الضيوف يا ويلي اذا قصرت، واذا نزلنا على السوق يا ويلي اذا فاصلت. لك اذا عم بحكي لك شي قصه يا ويلي اذا مطمطت. هلا انا هيك؟ ايه انت لا تستغرب، لانه الواحد ما بيحس على حاله، يعني وقت بدنا نروح شي مشوار بدك كل اللي اوعيك شلون ما كان وبتوقف تزن فوق راسي حتى استعجل. يا اخي اذا انت ما بيهمك نفسك وبتهرجل حالك وما بتهتم بمظهرك كما يجب، تركني انا اخذ وقتي ورا المرايه، لانه انا ما بقدر اطلع من البيت الا اذا كنت جاهزه على 24 ايراط. انا مالي مثلك بدك اوعي وبهرجل حالي وبركض بمشي. انا مهرجل. هلا المهم بتتذكر لما كنا عازمين المدير العام على العشاء برا؟ ايه بتذكر. يومها نزلت انت قبلي على السياره وبلشت تزمير مثل الاولاد الصغار، وعملت لي منفض مرتب بالشارع كله لاني تاخرت عليك 3/4 ساعه. بس
بس يا حبيبتي يومها كنا عازمين المدير العام على المطعم وما كانت حلوة أبدا يوصل قبلنا، وأنت شفتي بعينك شلون قلب خلقته كل السهرة لأنه وصل قبلنا بخمس دقايق. إيه بس لا تنسى كمان إنك أنت عطيته موعد بدون ما تشاورني، يعني بركي أنا كنت مشغولة ومالي فاضية، شلون تعطيه موعد؟ بهي معك حق، كان المفروض أسألك أنا. غيره في شي تاني بدك تحكيه؟ لا بالوقت الحاضر يعني ما في شي بذهني، بس اوعى تكون زعلت مني او اخذت على خاطرك توفيق. لا روحي بالعكس، كثير مبسوط انا لانك لفتي نظري على كم شغله كانت رايحه عن بالي، وبوعدك من اليوم ورايح عدل سلوكي وصحح مساري وما دج معك بالحكي ولا اتغارز عليك بالمزاح وافرد ايدي على الاخر وما اتباخل وما عاد ناديلك هندومه بحياتي وما عاد اخذك سياحه الا اذا كان مستواها من الثلاث نجوم وطالع، وما عاد اعطي موعد لحدا قبل ما شاورك، ورح اصير رتب حالي واعتني بمظهري وما انعجق فوق راسك ولازم مرك بالسياره من تحت. حلو هالكلام؟ في شي لسه حبيبتي؟ لا حبيبي ما في شي، وفعلا توفيق اذا بتعمل كل هالشغلات بتكون احسن زوج بالعالم. وانتي كمان حبيبتي احسن زوجة بالعالم، ولو انه يعني في الي هيك بعض الملاحظات الصغيرة عليكي. ايه حبيبي تفضل احكي، اجا دوري لحتى اسمعك. قلي شو شايف مني شغلات مو عاجبتك؟ الحقيقة يلي بدي أقوله ملاحظات صغيرة كتير ومو مستاهل الواحد يحكي فيها، بس أنا قلت لحالي منعالجها من هلأ قبل ما تكبر وتتطور. مثل شو هالملاحظات؟ بس بدون زعلها. ولو العتب صابون القلوب يا روحي، قولي حبيبي قول ما رح أزعل. شوفي حبيبتي، يعني صحيح أنت مزوقة كتير وحساسة ومتواضعة وتفكيرك عملي، بس أحيانا أنا بحس إنك بتميلي شوي للبهورة والمنفخة. أنا بتبهور؟ أحيانا، مو دائما. لا يا توفيق، هي ما توقعتها منك أبدا. هي نظرتك إلي؟ هذا رأيك فيني؟ لك طولي بالك حبيبتي، ليش انفعلتي؟ ليش عاد فيني بال طوله؟ قال شو؟ أنا بتمنفخ وبتبهور؟ لا هي ما بسمح لك فيها أبدا. لو كان هالحكي صحيح ما كنت قبلت اتجوزك من دون حفلة عرس بأوتيل معتبر أو حتى بصالة على القليلة، وما كنت قبلت بهالكم أسوارة يلي ضحكت على العائلة فيهم وبأوضة هالنوم المشرشحة اللي جبت لي إياها. ولك يا حبيبتي روقي هدي أعصابك، مو هيك اتفقنا؟ لو كنت عن جد بتبهور كنت نكتك الخمير والفطير وحطتك ما فوقك وتحتك، بس يا حسرة علي بعد كل هالتضحيات اللي قدمتها مشانك وكل هالتنازلات اللي تنازلت لك عنها ما بين معك، بس هيك الرجال دائما ما لهم امان ابدا. هناتي حبيبتي العمى ضربك، روقي شوي شو صار لك؟ بدله بيضة يلي كل العرايس بتلبسها ما لبست، ولساتها لهلا هالقصه حرقه بقلبي، كل ما بشوف عروس لابسه بدله بيضة هيك بعص قلبي وبغص وبتكرج الدمعه من عيني، ولك تضرب هديك الساعه تضرب. العمى شو كان معمي على قلبي، رحت تركت التاجر ناصر ولحقتك. ندماني على تاجر ناصر؟ على القليلة هداك كان متقلني بالذهب، قال شو تركته لأني بحبك، إن شاء الله تحبني حية بسبع عروس ما أحمرني. رحت رفست النعمة برجلي ولحقت الشقة والتعتير والقلة والبهدلة، وآخر كل هالشي ما بين معك طلعت شو بحبت بهور وتمنفخ. ولك هنادي حبيبتي ما بصير هيك، لسه ما حكيت شي شبكي. كل هالحكي ولسه ما حكيت؟ لكن لو حكيت شو بدك تقول عني؟ ما بقى غير تسبني وتسب أهلي، مو بعيدة تقوم تضربني وتبهدلني كمان. أنا؟ على كل حال ما في داعي لكل هالحكي، الحمد لله كل شيء انكشف وبان، ما في ضرورة للشرح.
شو يعني بدك تحردي؟ فشلت عينك. أنا ما بحرد، أنا طالعة من هالبيت طالعة بلا رجعة. شو يعني؟ يعني خلي فيك شوية ذوق واستحي على دمك وبعت لي ورقة الطلاق أسرع وقت، فهمان؟ بعدين روح عني. تفضلي درتي. ايه والله من يد ما نعدمها يا حق. شو بقى ابو زايد ليش مستعجل؟ مثل العاده راح ليتوضى مشان يلحق صلاه الظهر. حاضر. ومين درتي؟ وين اولي البشكي؟ لا والله ما حذرتي. ليش ما بتقومي بتناوليها انت؟ امبارح طلبت بالاسم، قال ما حدا بيناولني البشكير غير سميحه. إيه لكن خلينا قاعدين لحتى يطلبنا هو. لك وين البشكير يا نسوان؟ خلصوني اعطوني البشكير. لك هلا بيقشر وشي عجله شوي. لك خلصوني بقى. اتفضل ابن عمي. مين وانت؟ انا سميحه. وليش مو نادره يلي عم تناولني البشكير؟ لأنك طلبته مني إلي مبارح. اليوم دور ندورتي، ما بدي العتيقة. ندورة؟ ندورتي؟ نادرة خانم، شرفي ناولي البشكير لابن عمك. تفضل ابن عمي. الله يتقبل يا حق. منا ومنك صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين. ربي اجعل وضوئي من زمزم يا رب. يا رب اطعمني. اطعمني ولا تحرمني. وين مد لك سجادة الصلاة؟ لك مديها، لك مديها انت. مرتي الجديدة بتمدها. وين مرتي الجديدة؟ مرتي الجديدة سميحة خانم. يلا يلا روحي روحي مدي لي سجادة الصلاة جوا، أبوام قبل ما يهرب الوقت. أنا ولا نادرة؟ لا أنت، امبارح مدتها نادرة، اليوم دورك أنت. حاضر. أنا زلمة بخاف ربي، لازم أعدل بيناتكم. شو هالحكي ها؟ زكي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولي آمين أنت وياها ولي. آمين. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، يسر لي أمري واشرح لي صدري. آمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن علي. يلا ابن عمي راح تروح عليك صلاة الظهر. استني وليه؟ عم بدعي لربي. جاهزة السجادة؟ جاهزة. يلا دخيلك بيعدل لي بشغلات وشغلات بالبشكير وسجادة الصلاة بس. لك أنا مثل هالزلمة ما شفت ولا عيني رأيت. لك مجير الدين كلياته لحسابه الشخصي ومنفعته الخاصة. صحيح، فهم هالزلمة للدين نيئة عن الخليقة، بس هو ها مو كل الناس. اي والله اللي فهمانين دينهم على أصولهم بنحطوا على الراس. روح يعدل بين اولاده بالاول. قلتك حصرتي على زاهد اللي قلعه من البيت وراح يحرم من الورثه بس لانه وقفوا بوشه وما خلاه ياكل حقوق عماته. للزهدي طبطب على ايدين ابوه قال له ولو يا بي معك حق، عماتي ما بيطلع لهم شيء معك. وهو دوز دغري سفق بيت المهاجرين من ورا هالكلمه كانه ناطر مين يشجعه. دخلي بدي اسالك، لهلا ما تصالح زهدي وزاهد مع بعضهم؟ بحياتهم ما رح يتصالحوا، في شيء انكسر بيناتهم وانا قلبي رح يحترق من هالشغله. بتعرفي لسه لو ضليت بلا اولاد مثلك كان احسن لي. اي والله لك منيح اللي نفدت بريشي وطلعت ما بجيب اولاد. ولك احمدي ربك واشكريه على هالنعمه، لانه لو كان عندك اولاد كان لوع لك قلبك عليهم. الحمد لله الذي هدانا الى هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانه كرمك يا ربي سبحانه. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. سخنة القهوة؟ ايه سخنة. لحظة لحظة لا تصبي. لحظة
من ايد مين مبارح انا اخذت فنجان قهوتي؟ من ايدي انا. ماشي الحال، اصبح كملي كملي، صبي فنجانك. مو مشان شي بحب كون عادل انا. تفضل ابن عمي. يسلموا هديات يا سموحتي. ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة، بتعرفوا يا جماعة لما كنت بين ايدين المولى عز وجل عم صلي الصبح خطر لي خاطر. خير، شو هالخاطر بقى؟ عم اقول لحالي طالما ابني زهدي الله يسلمه رح يخلص عسكرية وصار على وش الجواز، ليش بقى ستي ما بنعطي سطح لمهاجرين لزهدي؟ خلينا نعمر يا ونضبه فيه. وزاهد؟ لك 100 مرة قلت لك لا تجيبي سيرة زاهد. سيرة زاهد لا بقى تجيبيها، فهمتي؟ هذا ولد مخطوب. اللهم اللهم ارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، وأهلك أعداءنا يا ربي، وأعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. يعطيكم العافية. شو صار بالماكينة يلي طلبنا تصليح امبارح؟ يا ترى مشي حالها؟ مشي حالها تمام، ومن الصبح شغالي ليك. ها ايوه. وطلبية ابو سعيد وين صرتوا فيها؟ يعني باكثر من النص بشوي. مو متأخرين؟ اعوذ بالله، عم نشتغل بكل طاقتنا، بس مثل ما بتعرف الطلبية كبيرة كتير. ايه ماشي الحال، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا شباب. الحقني على المكتب لشوف. يلا. بتعرف يا ابو عادي اليوم وانا عم صلي الظهر، تقبل الله يا ابو زاهي منا ومنك صالح الاعمال، الله بعدي اسمه هيك الهمني شغلي. خير، شو هي هالعامل يلي خرب الماكينه؟ مو لازم يتعاقب، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. صدق الله العظيم. طبعا لازم يتجازى. شو الحكي يا عمي؟ صحيح يا ابو زاهد، بس الغلط ما كان مقصود. هلا لا تقعد تدافع عنه وطالع لي خلقي يا ابو عادل. الغلط غلط سواء كان مقصودا او غير مقصودين. ما تعطلت الماكينه 3 ايام لحتى اجى الخبير وصلحها؟ بلا تعطلت. ما تكلفنا على تصليحها من جيبتنا؟ بلا سيدي تكلفنا. ما صار عنا هدر وقت من ورا هالعطل؟ صار سيدي صار. اصبح ليش اتحمل المسؤوليه انا؟ ليش؟ يعني الله ما قال، ولا الشرع قال، ولا المجتمع قال، ولا انا قلتها. وشو ناوي تعمل يا ابو زاهد؟ الله بعدي اسمه ألهمني إني أخصم من راتبه تعويض عن كل هالأضرار. بس هذا عامل مسكين ومو قدرته. مسكين؟ إذا هو مسكين أنا شو لكان؟ اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني يا رب العباد في زمرة المساكين يا رب. أخصم له من راتبه 1000 ليرة على مدى 1.5 سنة، خليه يعرف إن الله حق. خليه. مين سكب لي بالصحن الاولاني؟ سميحه. اصبح خدي نادره، خدي يا نادره، دورك هلا. اسكبي لي بصحني لانه العدل اساس المعامله. شو اسكب لك ابن عمي؟ مر رزقه، رز ومرقه، ورشي لي فويه شلشل، شويه فلفل. طيبين هالمخللات. يا سلم سلم، الطرشي بيتكلم. شغل مين هدول؟ شغلي ابن عمي. يعطيك العافية، يسلموا ايديك الهي. يعافي. دحي سميحة على ضهر دحي اوام. ما دخلني، اليوم مو دوري بالدح. خلص، خلص. لا تدحوني، مشي الحال. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العباد. آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. خير يا طير، شو في بعد الدعاء يا ترى؟ شو بيحرفني؟ اليوم بعد ما صليت الضحى وبينما كنت خاشع بين إيدين المولى جل جلاله خطر لي خاطر. خير. عم اقول لحالي ايه صار لازم ابدا معامله الطابو. انو طابو؟ ارض الغوطه اللي خلف لي اياها الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه بين عباد الله الصالحين. شبكي؟ شبه ارض الغوطه؟ يعني عم اقول ان الاوان لحتى انقل على اسمي
طلعت ايده المساله. حصلت اخواتك البنات رح تطوب لهم اياها؟ لك انو بنات هي؟ ها؟ انو بنات؟ وين كنتي انت لما الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه بين عباد الله الصالحين كتب للارض بيع وشري؟ انت وين كنتي؟ ها؟ شو قالوا لك يعني باكل مال حرام انا؟ باكل خرسي بيك، استغفري ربك، استغفري. سميحه. نعم ابن عمي. ابقي فهميها لدوستك هي امراس صغير، شلون توزعت الحصص بالعدل والتساوي؟ حاجه يوسوس للشيطان الرجيم براسها. ابي كتب لي الارض باسمي، ضروري خالفه بعد ما ماتوا انا؟ والله بيشمط لي رقبتي شمط. بس الرحمه يا ابو زاد. بلا رحمه بلا فحمه. ما بقدر خالف اوامر ابي انا، شو الحكي اللي صرتي هاد؟ خلص ابن عمي خلص، ولا يهمك، انا فهمه. على كل حال ما حدا معصوم عن الخطا. ارفعوا ايديكم لشوفوا وقولوا معي امين. اللهم اعصمنا من جهل الجهلاء. امين. وسوء القضاء. امين. وشماتة الاعداء. امين. وهجوم الوباء. امين. وموت الفجاءة. امين. وزوال النعمة. امين. ومن البرص والجزام والكساح والحمى والشقيقة ومن جميع الامراض والاسقام يا ذا الجلال والاكرام. امين. دور مين اليوم؟ حكم العدل اساس المعاملة، هل حد يزورني؟ دورك انت؟ ماشي الحال، الحقيني. على يا سيوس. ابو عادي. نعم عليك. تعال الله يرضى عليك، تعال شوي. امور. عود هون في كلمتين بدي احكي لك يا هون. يلا. امبارح وانا خاشع بين ايدين المولى عز بهاؤه وتعالى ثناؤه وعم صلي التراويح، خطر ببالي خاطر. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. وشو هالخاطر هذا يا ترى؟ أنا فكري نحول طلبية أبو سعيد اللي عم نشتغلها للتاجر أبو رضا. ليش أبو رضا؟ عرض إنه يشتريها؟ هو ما عرض يشتري هالطلبية بالذات، بس هذا طلبه، هذا طلبه حفر وتنزيل. بس نحن عاطين كلمة لأبو سعيد وأخذين منه رعبون. إيه مرحبا رعبون، منرجع له يا. هو صحيح القول قول ومو حلوة نرجع بكلمتنا، بس أنا الله سبحانه وتعالى هيك ألهمني يا أخي. يعني الله ألهمك تضره للزلمة؟ ما رح نضر حدا نحن، أنت الثاني. بالعكس نحن يلي رح نضر إذا أعطيناها الطلبية. شلون بقى؟ يا حبيبي أوعك تفتكر أني رح أعطي طلبية لأبو رضا لأنه رح يدفع أكثر. أوعها حاشا وكلا. الله يبعدنا عن الطمع والجشع. بس يعني مثل ما تقول انا اللي ما اخذ كثير على ابو سعيد، شو هالحكي؟ بتخلي الواحد ما يعود يشاكله بحياته. ما اخذ؟ مثل شو؟ انا دريت، استغفر الله العظيم، انه ابو سعيد ما عم يدفع زكاة عن امواله. والمال يلي ما بيتزكى عنه شو بينقال عنه يا حزراك؟ مال حرام. انت قلت بلسانك، بقى بتريدني انا الحاج الورع التقي اقبض من هالجاحد مال حرام حق الطلبيه؟ لا طبعا. شفت شلون؟ اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اعوذ بك اللهم من هؤلاء الاربع. لأنا بس بدي افهم ليش انت بترتعبي كثير من ابو زاهر؟ يعني انت ما بترتعبي؟ بلا، بس مو قدك. صحيح هو إله هيبه وروزه، بس مو لدرجه الخوف. انا بخاف منه لانه عصبي وخلقه على راس مناخيره، بعدين مو بيان بيني وبينه غير طلقه واحده. شو قصدك؟ قصدي صار ناطرني يمينين طلق، وطلقه ثالثه على طلوع خلق بصفى برا. اها هلا قبل وامتى رمى عليك اليمينين؟ أول يمين قبل ما تشرفينا بشي شهرين، لحد هلأ بتذكر.
يوميتها فات توضى وصلى الصبح وقعدته، وبعد ما خلص سألني عن زاهد، ولما قلت له إنك ظلمته وهضمت له حقه كتير انتقتر بفرد نترة وعصب ورمى علي اليمين. تنذكر وما تنعاد. واليمين التاني؟ اليمين التاني كنتي انت زي ربيت اهلك. يوميتها رجع من صلاة الجمعة سألني ليش مالك عاملة الغداء، قلت له يوه كنت عم عزة، قال لي تضربي انت والتعزيل ولك الغداء اهم. كلمة مني كلمة منه عصب ورمى علي اليمين التاني، ومشان هيك قاعدة ولابدة ومو مسترجية طالع حسي منوب. انه انا بدي افهم شو قصة ابو زاهد؟ ما بيطلع على باله اذى الناس الا بعد ما يدعي. اي شو بيعرفني، طفل منه لربه. الو يا ابو عادل، وينه معلمك ابو زاهد؟ ما بتعرف وين راح؟ لا لا ما في شيء، بس حابب اسلم عليك انت، يعني كنت حابب اطمن على الشغل. وين صرتوا؟ مصرين شوي ما هيك؟ دخيل عينك قل له لابو زاهد ما يتاخر لي عن موعد تسليم الطلبيه، لاني عاطي قول للتجار وبدي صدر البضاعه على الوقت. ايه هيك قل له. الله معك ابو عادل، مع السلامه. اللهم إنا نسألك من الصحة تمامها، آمين، ومن النعمة دوامها، آمين، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، آمين، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، آمين، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعزبه، ومن اللطف أقربه، آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آمين. اللهم أختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا، آمين. دخلي وشو مناسبة الدعاء؟ الله يجيرنا من شي مصيبة، أنا قلبي صار بين رجلي. الحقيقة يا نسوان وقت كنت عم صلي هلأ العصر الجماعة خطر لي خاطف انشرح له صدري كتير وأدخل السكينة على قلبي. خير يا طير، شو الخاطر بقى؟ بنت أبو نعمان اللحام، أكيد بتعصفوها أنتو. إيه شبهها؟ المسكينة ترمرت على بكير وهي لساتها بعز صباها، ومعلومكم حرام صبية مثل الوردة تقضي بقية عمرها هيك بلا جواز. الله ما قالها، ولا الشرع قالها، ولا المجتمع قالها، ولا أنا قلتها. يعني ملاقي لها عريس؟ إيه نعم، على سنة الله ورسوله. مين هو؟ أنا. أنت؟ ايه انا ليش بحلقته؟ قلت لحالي طالما انا زلمه مقتدر والله عاطيني، فليش ما بضب هالبنت وبستر عليها؟ احسن ما يستر عليها حدا تاني ويسبقني بنيل الثواب. يعني رح تتجوز علينا؟ ايه نعم، عليكم رح اتجوز، وسلامة عرفكم. الشرع سمح لي بأربعة، وانا لساتني بالثالثة، يعني عم اسبح بالفايش هيك. ما فتت للغمي، ما فتت. وكل وحدة منكم عندها كلمة ضبها بحلقها، الله يرضى عليكم. لا توجعوا لي راسي، اسكتوا احسنكم. طالما بدك تخرسنا ليش عم تاخذ راينا لكان؟ ما عم باخذ راي حدا انا، مالي بعازي. ليش امتى النسوان كان بيتاخذ برايها اصلا؟ امتى من متى يعني؟ طول عمرهم نص عقل. شو يعني نحن ما بتاخذ راينا؟ إلهي سيدي ومولاي، يا ابنك لعنده ما خلصنا منك على أول سبب، آمين يا رب العالمين. ولك عم تدعو علي أنا؟ بسيطة، طالقات، أنتو التنتين طالقات. نادرة فتحي أدانك مثل البرسان، أنت طالق. سميحة سموحتي أنت طالق أنت. يلا نقلعوا من وشي أنتو التنتين، يلا على بيت أهاليكم، ما بدي أشوف خلقتكم هون مرة تانية. يلا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولك من ناقص، شو فكر حالك معيشتها بالجنة؟ أصلاً هذا اليوم اللي كنا نريده. ايه نقلعوا من وشي، نقلعوا يلا، الله لا يردكم. أوبة مطلقات. شرف أخي، هاي رعبونك وصلى الله بارك. شو صلى الله بارك؟ شو عم تحكي أنت؟ والاتفاق اللي كان بيناتنا؟ أنت قلت من تمك كان في اتفاق بيناتنا. ايه مرحبا كان، بس هلأ خلاص كل واحد منا بينام على الجنب يلي بيريحه، وانا بصراحه مو هذا الجنب يلي بيريحني، مو هذا ابدا. شو هالحكي؟ شو القصه ابو زاهد؟ فهمني، شفت مني شي لا سمح الله؟ قصرنا معك بشي؟ لا والله ما شفت شي، وربي على ما اقول شهيد. انت ما قصرت، ما قصرت بتاتا، بس انت بتعرفني يا ابو سعيد، بتعرفني منيح، يعني انا رجل مؤمن وورع وبخاف ربي، بخافه تماما. والنعم منك.
وأنا لما كنت بين إيدين المولى عز بهاؤه إجاني هاتف خفي، هتف بإذني إنه إنهي كل شيء بينك وبين أبو سعيد. إنهي هاتف خفي؟ ومنين هالهاتف بقى؟ من غامض علمه، الله أعلم منين. بقى شوف أبو سعيد، أنت شو عامل مع ربك؟ وروح توب واستغفر، استغفره. لحق حالك أبو سعيد، لحق حالك، الدنيا فانية ماضية. لك شو عم تحكي أنت؟ شو هاتف خفي وهاتف خلوي؟ بعدين شو بدك فيي إذا كنت استغفرت ولا ما استغفرت؟ أصلا منو أنت يا؟ منو أنت لحتى تحاسبني؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو زاهد تسلم لي عينك، أنا ملتزم مع الناس ولازم أشحن البضاعة بعد أسبوع، وما عاد لحق أشتغل عند حدا تاني. لا تحاول أبو سعيد، الموضوع مو بإيدي النوب. إلا كان بإيش؟ برجلك؟ أنت أكيد حدا مسلطك علي. اتقي الله يا رجل، اتقي الله، هالشغلة فيها خربان بيوت. أعوذ بالله من غضب الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لك شو هالحكي هادي أبو سعيد؟ ليش لأخرب بيتك أنا؟ ليش؟ في تار بيناتنا لأخرب بيتك لا سمح الله؟ سأل حالك، ليش عم تسألني لي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. الله يهديك يا أبو سعيد، الله يهديك لجادة الصواب والحق. هلا هذا آخر كلام عندك؟ والله نعم. طيب باشي الحال، بس يكون بعلمك يا أبو زاهد إني ما راح أمرق لك القصة على خير أبداً، وبكرة بتشوف. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب. دخيل عينك يا مصطفى، بدك تدبرني. إيه القماش جاهز؟ لا ما بيمشي الحال بعشرين يوم. إيه لأنه هي الطلبية للتصدير حبيبي، إذا تأخرت من خرب بيتي يعني لو سوق المحلية ما بتفرق معي، كنت دبرت راسي. إيه بس هي للشيشان، شلون بدي أتفاهم مع الشيشانية؟ طيب شو الحل؟ دخيلك اسعفني فيه؟ نعم؟ حط البضاعة بمشغلين ثلاثة؟ إيه بس بخاف يطمعوا علي. إيه خلاص أنت تكفل بالموضوع، تأكد أني ما بنسى لك إياها، ما بنسى وقفتك معي أبداً. خبرني شو بصير معك أول بأول. أهلين بصطيف، الله معك حبيبي، مع السلامة. شو معلمي؟ إن شاء الله مش الحال. ما منقول إلا يا رب، بس أخ هالكف اللي أكلته من أبو زاهد رح يطوشني طوش بحياتي كلها ما أكلت مثله. والله معك حق يا معلم، لكن عم بقلبه من طول عمرنا بنتعامل بالكلمة، لك التاجر كلمته طابه عقد، منبيع ونشتري فيها. لك شو صاير لهالدنيا يا مسعود؟ شو صاير؟ معلمي هدول مو تجار أصليين، هدول متعدين على التجارة تعدي. معك حق، مو كل مين قال دي صار طنبرجي، ولا كل مين صف الصواني صار حلواني. اسمعني احكي لك الحكاية. تفضل معلم. هذا بزمانه كان في واحد بده يروح على الحج، ومن خوفه على مصاريه نزل على السوق ليودع عند حدا من التجار، وكانت التجار تودع مصاري وأمانات للحجاج بهذيك الأيام. المهم هالزلمة اختار تاجر لا على التعيين، وحط الخمس ذهبات اللي حيلته أمانة عند التاجر وسافر. لما رجع من الحج نزل على السوق رأساً ليسترد أمانته، بس من لخمته فات بالغلط لعند تاجر تاني، لأنه نسي شكل التاجر الأولاني يلي حط عنده الأمانة وطلب الأمانة من التاجر التاني. جايك بالحكي، كان التاجر قاعد مع أربع خمس تجار على باب المحل وعم يشربوا شاي. لما قال له الزلمة عطيني الخمس ذهبات اللي ودعتهم عندك قبل ما روح على الحج، طلع فيه هيك التاجر وقال له تكرم عينك، قام عدل له الخمس ذهبات وناوله ياهن. شيه، شلون عطاه الذهبات ومو هو اللي أخذ الأمانة منه؟ طول لي بالك لكفي لك القصة. لما مشي الزلمة بالسوق شاف التاجر الأولاني اللي حط عنده الأمانة وتذكره، قام رأساً دغري سلم عليه وبوسه وطلب منه الأمانة. التاجر الأولاني ما كذب خبر، عدله الخمس ذهبات وعطاياهم مع حبة مسك. يعني على هالحالة صار معه 10 ذهبات بدل الخمسة. اي نعم 10 ذهبات. بس هالزلمة انشلش من القصة وقال لحاله ليش هداك التاجر عطاني 5 ذهبات؟ شو السر؟ رجع لعنده وسأله هالسؤال. قام التاجر شو جاوبه يا حزراك؟ قال له انت سألتني عن الأمانة قدام تجار السوق، وإذا بدي قلك إنه ما إلك عندي شي
بجوز تكبر القصة ويصير فيها أخد وعطاء قدام التجار وتنضرب سمعتي بالسوق. وأنا اشتريت سمعتي بهالخمس ذهبات لأنه سمعتي هي رسمالي بالسوق. يا لطيف هيك ها هيك التجار مو مثل هذا أبو زاهد. لا تذكرني فيه دخيل الله، لا تذكرني فيه وخليني رايق. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. حضرتك أبو سعيد يا أخي؟ أي نعم، أي خدمة؟ نحن نسوانه لأبو زاهد. هو بعدكم لعندي؟ لا، جايين بدون علمه وبدنا نقلك على شغلة بتهمك. الله يرضى عليك يا أختي، طالما جايين بدون علم الزلمة أنا ما بقدر أسمع شي. عذروني، أصلاً أنا ما بحب الحرمة يلي بتتصرف بدون علم جوزة. نحن ما عدنا على زمته لأبو زاهد، مبارح طلقنا نحن التنتين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه على العملة. تفضل تفضل أختي، تفضل استريحوا. مسعود جيب كازوزة الخان ما ترضى عليك. حاضر معلم. لا معلش، ما في داعي تعذب حالك. ارتاحوا ارتاحوا يا أختي، ارتاحوا، ليش واقفين؟ هات كرسي يا مسعود، هات للخانهم. ايه خير، شو الموضوع؟ أخي حضرتك مو موصي لأبو زاهد على طلبية كبيرة مشان التصدير؟ ايه نعم أنا، وعطلني 20 يوم وخاوز معي، الله يصطفل فيه بجاه النبي. انت بتعرف شو السبب؟ لا والله ما بعرف. ابو زاهد ناوي يبيع البضاعه لتاجر تاني لانه دفع له فيها سعر اعلى وقبض منه رعبون اكبر. ها هلا فهمت فعلا، اذا عرف السبب بطل العجب. دخليك وهذا التاجر التاني بتعرفوه؟ نعرف انه بيقولوا له ابو رضا. ابو رضا بقى هي هي القصه من اولها، شو رايك يا سيدي؟ ما توقعت يطلع هالشي من أبو زاهد. ويا سيدي طلع، شو بدنا نعمل هلا؟ بسيطة، هالكفة اللي طعمانا يا لازم نرد له يا واليوم قبل بكرة. وانت عيني، بس شلون؟ أنا من جهتي ما رح أخذ منه البضاعة، ومو بس هيك، رح أنبه على كل أهل السوق ما حدا يشتري منه شي، خليه يتعلم التجارة على أصولها. طيب والرعبون اللي دفعت له يا؟ مو مشكلة، بلا امشي لقلك، امشي روله عنده. شلون أخي أبو رضا؟ شو قلت؟ ما عاد بدك البضاعة؟ لا والله ما عاد إلي مصلحة فيها. إيه بس البضاعة نقصت لحسابك يا حبيبي بناء على طلبك، يعني بضاعة بمليونين ليرة شو بدي أعمل فيها أنا؟ ما بعرف، تصرف. شلون بدي أتصرف؟ وين بدي أروح فيها يعني؟ ها ليكون ما بدك ياها مشان ما يزعل أبو سعيد. إيه مو مشكلة أبداً، تكرم عينك أنت وأبو سعيد. خلص أبو سعيد ولا يهمك، خذ البضاعة أنت وبالسعر الأولاني اللي كنا متفقين عليه. شو تشربوا؟ ما لي شيء أبو زاهد، يسلموا يديك، بضاعتك خليها عندك، أنا ما عندي مصلحة فيها. كمان أنت؟ طيب ليش؟ فهموني ليش؟ شو السبب؟ والله كنا عم نصلي جماعة أنا وأخي أبو رضا وشلة من التجار، أم الله الله بعد اسمه كرمه ألهمنا أنه ما نتعامل معك لا من قريب ولا من بعيد، لأنك واحد قليل ذمة وأمانة وضمير، والأهم من هيك أنك ما بتخاف من الله. عن إذنك. شيخ أما خيلي، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب.